بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. حضرات السيدات والسادة، يشرفني في هذا اليوم المبارك أن أترأس حفل تنصيب السادة لجلسة الجدد الذين تم تعيينهم بهذا الدين في إطار الحركة الانتقالية التي أجرتها وزارة الداخلية بناء على التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وفيما يلي اسمح لي أن أقدم لكم استدراك لجلسة المتحدثين للإقليم بمناسبة الحركة الانتقالية الأخيرة ودعوة الأمر بسبب السيد سعيد الدين الذي عين باشا مذكورا وهو من مواليد 1965 بسيدي سليمان، حاصل على ماستر في حقوق الإنسان والإجازة في العلوم الاقتصادية، خريج معهد الملك للإدارة الترابية في 1931، وقد سبق له أن شغل عدة مناصب كان آخر باشا بشرية السفارات. السيد محمد القاسمي الذي عين باشا دار بويزر وهو من مواليد 1972 بلوطة الحاج، حاصل على دبلوم دراسات عليا معمقة في اللسانيات، خريج معهد الملك للإدارة الترابية، وقد سبق له أن شغل عدة مناصب كان آخرها رئيس دائرة بعمالة القياس. السيد نور الدين العلمي الذي تم إلحاقه بديوان السيد عام وهو من مواليد 1963 بالبرشيد، حاصل على إجازة الاقتصاد، خريج معهد الملك للإدارة الترابية 1992، وقد سبق له أن شغل عدة مناصب كان آخرها باشا بشوية الهروين من جوما. السيد سعيد صابر الذي تم تعيينه قائد المحكمة البشرية في الشكورة وهو من مواليد 1992 بالأسرة، حاصل على مستوى في التدقيق والمراقبة من المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، خريج معهد الملك للإدارة الترابية في 43، وقد سبق له بدوره أن أشغل عدة مناصب كان آخرها قائد قيادة الدوامة بعمادة طنجة أصيلة. السيدة نجوان سعود التي تم تعيينها كقائد المنطقة الإدارية والاقتصادية وهي من مواليد 11 مارس 1993 بالرباط، حاصلة على دبلوم المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، خريجة معهد الملك للإدارة الترابية في 1951، قادمة من عمل سفيرة أسمان. وتجدر الإشارة أنه بمناسبة هذه الحركة الانتقالية فإنه سيتم إجراء حركة جزئية داخلية للسادات رجال السلطة لعدم الإقليم على الشكل التالي: إبراهيم أنت تم تعيينه كقائد المنطقة الإدارية أسطورة، نفر قائد تم تعيينه كقائد الملحقة الإدارية المدلل، علي أنسان تم تعيينه كقائد الملحقة الإدارية بالكنسة، العربي جاي منصوري تم تعيينه كقائد الملحقة الإدارية المواصلة، رشيد أيفوري تم تعيينه كقائد الملحقة الإدارية دار بويزر، جلال الدين فسكر تم تعيينه كقائد الملحقة الإدارية بنابيل، فيصل شروط تم تعيينه كقائد الملحقة الإدارية بحنا واحد، يونس داوود تم تعيينه كقائد الملحقة الإدارية ولاد حميد جوج، مراد الغواني تم تعيينه كقائد الملحقة الإدارية مصر، الحسن العمراوي تم تعيينه كقائد الملحقة الإدارية سعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم نعيمة الديب فاعلة جمعوية في إقليم منواصر، وحنا إن شاء الله جند المجندين مع صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله ومع عامل عمالة إقليم منواصر عبد الله شاطر، وإن شاء الله حتى هذه السلطات المحلية حنا جند المجندين معهم إن شاء الله باش نعطيه واحد الدعم للساكنة ونعطيه الدعم للناس اللي محتاجيننا، وإن شاء الله يكون خير. احنا ان شاء الله يد في يد مع السلطات اللي تعينوا جدد ان شاء الله وتلقدما ان شاء الله باش نديروا واحد التنميه ودعم المنطقه باش تنمى وباش اللي يحتاجوها ان شاء الله نحنا ان شاء الله غادي نكونوا في يد المساعده لهم ان شاء الله. السلام عليكم، ابو القناطير محمد، رئيس جمعيه سفراء السلام للطفوله والشباب من منطقه نواصر. بعد المناسبة نتقدم بالتهنئة لصاحب الجلالة محمد السادس لذكرى عيد الشباب اللي هو عيد الشباب المغرب كامل، واليوم كنتواجدوا في تنصيب رجال السلطة على منطقة إقليم نواصر اللي هما أدوا الواجب ديالهم كما ينبغي، لا خاصة الناس اللي مشاو الأعوان السلطة اللي مشاو والناس اللي جاو، الحمد لله حنا كمجتمع مدني كنتعاونوا معاهم وكيتعاونوا معنا في جميع المجالات. وبهذه المناسبة أريد أن أشيد بمنطقة النواصر اللي منطقة هي قديمة حديثة اللي عرفات واحد التطور في البنية التحتية هائل جدا، من تشين شبكة طرقية، المباني، المصانع، لي سونتر
التكوين المهني اللي غتعطي واحد الفرصه كبيره للشباب ديال المنطقه. والحمد لله حبانا الله برجال لا من الجماعه ولا من العماله ولا من رجال السلطه اللي كيتعاونوا مع المواطن ورهنا اشارتهم في كل المجالات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانتم طيبون. المغاربه اجمعين، بمناسبه عيد العرش المجيد وعيد الشباب، الله ان شاء الله يدخلوا على سيدنا ان شاء الله بالصحه وطول العمر وبالتوفيق والنجاح المستمر ان شاء الله، والازدهار للشعب المغربي ولكافه الامه الاسلاميه. بهذه المناسبه احنا في عماله نواصر اليوم في اطار تنصيب السلطه، اصحاب السلطه الجدد ان شاء الله. اول حاجه تنقول بان تنشكر كل من خدم معنا من القياده الاوائل، من البشوات، من الناس اللي خدموا معنا اللي كانوا في حقيقه مثلوا احسن تمثيل سيدنا في العمل السلطوي. دونك حاجه وحده اللي غنقولها باننا في حقيقه غنفتقدوهم، ولكن ثاني حاجه تنقول بان مرحبا بكم القياد الجداد والناس ديال السلطه الجداد، يد واحده ان شاء الله للامام. احنا كما كانوا الاولين معنا غيكون ان شاء الله حتى الجدد. نحاولوا نعاونوا بيناتنا لصالح المنطقه. شكر جزيل. وثانيه تنقول وثالثه تنقول بان كل سنه وسيدنا في احسن الظروف واحسن الصحه، ونتمنوا ليه طول العمر.